المعاني المختلفة للباب في الحلم الجزء الأول. يرمز الباب لأمر سوف يحدث في المستقبل أو الحاضر القريب، فالعبور منه يرمز للانتقال إلى زمن مختلف أو مكان مختلف أو عمل شيء مختلف. والشخص أو الشيء الذي يلي الباب يكون مؤشرا لما ينتظر هذا الشخص. فمثلا إذا رأى الحالم الباب يفتح وينتظره في الخارج جسم شيطاني أو روح شرير إلى آخره، فمعنى ذلك أن عليه أن يحذر من الوقوع في المعصية ويدعي الخالق أن يعطيه قلبا نقيا من المعصية. أما رؤية شخص مليء بالنور يقف على باب في الحلم ويدقه، فيرمز للخالق الذي يحبنا ويريد أن يقترب منا ويملأنا بحبه وينتظرنا أن نفتح قلبنا له. إذا رأينا أنفسنا في الحلم ندخل مكان ما من بابه، وكان هذا المكان حديقة أو حظيرة حيوانات أو مكان فسيح، فهذا يدل أننا قد عرفنا الحق عن الخالق وسوف نجد راحة لأرواحنا المتعبة. أما إذا كنا نقفز فوق باب أو حاولنا دخول هذا المكان من جهة أخرى غير الباب مثلا الشباك، فهذا يعني أننا ضللنا الطريق وابتعدنا عن الخالق. إذا رأينا في حلمنا بابا يفتح أو يغلق من تلقاء نفسه إلى مكان ما، فمعنى ذلك أن الله يغلق فرصا وأمور في حياتنا أو ييسرها. فمثلا إذا رأينا بابا يغلق باتجاه جامعة ما، فمعناه ذلك أننا لن ندخل هذه الجامعة، وأن الخالق لديه مخطط أفضل لحياتنا وجامعة أفضل منها. وإذا رأينا أن الباب يفتح اتجاه شركة ما، فقد يعني أن الله سوف ييسر لنا العمل في هذا المكان. وإذا رأينا أنفسنا ندخل مكانا ويغلق باب خلفنا، فهذا يعني أن الفرصة أمام الآخرين لم تعد متاحة، وهي متاحة لنا فقط. أما إذا رأينا أنفسنا نقف تحت عتبة باب في مكان مكتظ بالأشخاص، فهذا يعني أننا نعطش للخالق ومعرفته ونتوق لكي نكون معه. فلا شيء في هذه الدنيا يشبع نفوسنا العطش سوى الخالق ورضاه. وإذا رأينا أنفسنا في سجن في الحلم وقام شخص مجهول أو ملاك بفتح باب السجن، فهذا يعني أن الله سوف ينقذنا من مشكلة كبيرة، وقد يعني أيضا أننا سوف نطلق أحرار من معصية أو من أمر نحن لا نستطيع التخلص منه مثل الدخان، أو علاقة سيئة حاولنا كثيرا التخلص منها. إذا رأينا على قائمتي باب المنزل والعتبة العليا دما، فهذا يعني حماية الله لهذا المكان من أي أذى، وبالأخص أولادنا أو الأولاد في هذا المكان. رؤية ملك في الحلم يدخل من باب قديم جدا، يعني أن أمورا قديمة في حياتنا لم يحدث فيها أي تغيير لسنوات طويلة سوف تتغير وتحل هذه الأمور. إذا رأينا أنفسنا في الحلم نطرق بابا ويفتح لنا هذا الباب ويخرج منه نور، يعني هذا أن دعاءنا للخالق قد استجيب، وسوف نرى أن الله موجود ويثبت لنا وجوده. وشكرا لكم.